أهلا بكم في عرض استخدام المعادلة التربيعية. المعادلة التربيعية تبدو وكأنها شيء معقد جدا، وعندما ترى المعادلة التربيعية لأول مرة ستقول حسنا، ليس أنها تبدو شيئا معقد وحسب، إنما هي شيء معقد بالفعل، لكن أتمنى أنكم سترون أنها ليست بهذه الصعوبة في هذا العرض، وفي المستقبل سوف أوضح لكم كيف يتم اشتقاقها. بشكل عام لقد تعلمتم كيفية تحليل معادلة من الدرجة الثانية. لقد تعلمنا أنه إذا كان لدينا x تربيع ناقص ناقص x ناقص 6 تساوي 0، إذا كانت لدي هذه المعادلة x تربيع ناقص x ناقص 6x تساوي 0، حيث يمكنكم أن تحللوا هذه كالتالي: x ناقص 3 و x زائد 2 يساوي 0، ما يعني أن أي من x ناقص 3 أو x زائد 2 تساوي 0. إذن x ناقص 3 تساوي 0 أو x زائد 2 تساوي 0. إذن x إما تساوي 3 أو سالب 2. والتمثيل البياني لهذه ستكون: إذا كان لدي الاقتران f x تساوي x تربيع ناقص x ناقص 6، هذا المحور هو محور f x، ربما أن محور y مألوفا أكثر بالنسبة لكم، ولكن لأجل هذه المسألة دعونا نبقيه f x، وهذا محور ال x. وإذا أردت أن أمثل هذه المعادلة بيانيا x تربيع ناقص x ناقص 6 فسوف تبدو هكذا. إذا ستبدو هكذا، سيبدو f x تساوي سالب 6 هنا، سالب 6 النقطة سالب 6 هنا، والتمثيل البياني سوف يبدو هكذا تقريبا، سوف يبدو هكذا ويرتفع للأعلى، سوف يستمر بالارتفاع للأعلى بهذا الاتجاه، ونعلم أنه يمر بالنقطة سالب 6 لأنه عندما x تساوي 0 فإن f x تساوي سالب 6، لذا أنا أعلم أنه يمر بهذه النقطة، وأعلم أنه عندما f x تساوي 0 إذن f x تساوي 0 على طول محور ال x، أليس كذلك؟ لأن هذا 1 هذا 0 هذا سالب 1، وهنا عندما f x تساوي 0 على طول محور ال x هذا صحيح، ونحن نعلم أنه يساوي 0 على النقطة x تساوي 3 و x تساوي سالب 2، هذا ما قد أوجدناه هنا. ربما عندما نقوم بحل مسائل التحليل إلى العوامل لم ندرك ما نقوم به بيانيا، لكن إذا قلنا أن f x يساوي هذا الاقتران نضعه مساويا للصفر، إذا نقول أن هذا الاقتران متى يساوي هذا الاقتران صفر؟ متى يساوي صفر؟ حسناً، يساوي صفر على هذه النقاط، أليس كذلك؟ لأنه هنا حيث f x تساوي الصفر، ثم ما كنا نفعله عندما أوجدنا هذا عن طريق تحليل العوامل هو إيجاد قيم x التي تجعل f x تساوي صفر، وهما هاتان النقطتان. وباستخدام بعض المصطلحات فإنهما أيضاً يسميان بالأصفار أو الجذور لـ f للـ x. دعونا نقوم بمراجعة ذلك قليلاً. إذا كان لدي شيء ك f x تساوي x تربيع زائد 4x زائد 4، وسألتكم أين الأصفار أو جذور f x، هذا يعادل أن نقول أين يتقاطع f x مع محور x، ويتقاطع محور x عندما f x تساوي 0، صحيح؟ إذا فكرتم بالتمثيل البياني الذي قمت برسمه، دعونا نفترض أنه إذا كان f x تساوي 0، بالتالي يمكننا أن نقول هذا يساوي 0، إذا x تربيع زائد 4x زائد 4
وكما نعلم فإنه يمكننا أن نكتب أن 0 يساوي x زائد 2 ضرب x زائد 2، ونعلم أن ذلك يساوي 0 على النقطة x تساوي سالب 2. x تساوي سالب 2. حسنا، ذلك x تساوي سالب 2. إذن الآن نعلم كيفية إيجاد الأصفار عندما تكون المعادلة الحالية سهلة التحليل، لكن دعونا نطحال عندما لا تكون هذه المعادلة سهلة التحليل. لنفترض أن لدينا f(x) تساوي سالب 10x تربيع ناقص 9x زائد 1. حسنا، عندما أنظر إليها إذا أردت أن أقسمها على 10 فسوف أحصل على بعض الكسور، ومن الصعب جدا أن نتخيل تحليل هذه العبارة التربيعية إلى عواملها، وهذا ما يسمى معادلة تربيعية متعددة حدود من الدرجة الثانية. لكن دعونا نضع أن نحن نحاول حلها لأننا نريد أن نجدها عندما تساوي صفر. سالب 10x تربيع ناقص 9x زائد 1، نريد أن نجد قيم x التي تجعل هذه المعادلة تساوي صفر. وهنا يمكننا أن نستخدم أداة تدعى بالمعادلة التربيعية، والآن سوف أعطيكم فكرة عن ذلك. وهذه الفكرة جيدة، إن المعادلة التربيعية تقول أن جذور العبارة التربيعية تساوي، ودعونا نفترض أن المعادلة التربيعية هي AX تربيع زائد BX زائد C تساوي صفر. إذن في هذا المثال A تساوي سالب 10، ب تساوي سالب 9، و C تساوي 1. هذه الصيغة هي جذور x تساوي سالب b زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل b تربيع ناقص 4 ضرب a ضرب c، كل ذلك مقسوما على 2a. أعلم أن ذلك سيبدو معقدا، لكن سوف ترون أنه ليس بذلك سوء، وهذه فكرة جيدة للحفظ. دعونا نطبق المعادلة التربيعية على هذه المعادلة التي قد كتبناها في الأسفل. لقد قلت وانظروا أن الa عبارة عن معامل عبارة x، أليس كذلك؟ a عبارة عن معامل عبارة x التربيع، b هو معامل عبارة x، و c هو ثابت. إذن دعونا نطبقها على هذه المعادلة. ما هي قيمة b؟ b تساوي سالب 9. يمكننا أن نرى هذا، b تساوي سالب 9، a تساوي سالب 10، c تساوي 1، أليس كذلك؟ إذا كان b تساوي سالب 9، دعونا نفترض أنه سالب 9 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لتسعة تربيع، لسالب تسعة تربيع، سالب 4 ضرب A A تساوي سالب 10، سالب 10 ضرب C أي 1. أعلم أن هذا فوضوي، لكن أتمنى أنكم تفهموه، وكل ذلك مقسوما على 2 ضرب A. حسنا، A تساوي سالب 10، إذن 2 ضرب A تساوي سالب 20، وهذا سالب ضرب سالب 9 يساوي موجب 9. سالب أو موجب الجذر التربيعي لواحد وثمانون. لدينا سالب 4 ضرب سالب 10، هذا سالب 10، أعلم أنه فوضوي، أعتذر عن ذلك، ضرب 1. إذن سالب 4 ضرب سالب 10 يساوي 40، يساوي موجب 40. ثم لدينا جميع ذلك مقسوما على سالب 20.
حسنا، 81 زائد 40 يساوي 121، إذن هذا 9 زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل 121 على سالب 20. الجذر التربيعي ل 121 هو 11. سأذهب هنا. أتمنى أنكم لم تفقدوا السيطرة لما أقوم بفعله. إذن هذا 9 زائد أو ناقص سالب 11 على سالب 20. وإذا قلنا 9 زائد 11 على سالب 20 فهذا 9، فهذه 9 زائد 11 تساوي 20، إذن 20 على سالب 20 ويساوي سالب 1، هذا الجذر التربيعي لواحد. هذا 9 زائد، لأن هذا سالب أو موجب، الجذر التربيعي الآخر سيكون 9 ناقص 11 على سالب 20، ما يساوي سالب 2 على سالب 20، وما يساوي 1 على 10. هذا هو الجذر الآخر. إذا أردنا أن نمثل هذه المعادلة بيانياً فسوف نرى أنها تتقاطع مع محور X، أو أن F X تساوي 0 على النقطة X تساوي سالب 1 و X تساوي 1 على 10. سوف أقوم بحل أمثلة أكثر في الجزء الثاني لأنني أعتقد أنني ربما أزعجكم بهذا، لذا أراكم في الجزء الثاني من استخدام المعادلة التربيعية. إلى اللقاء.